التست كار بي سي ار يبدا من يوم حتى العشر ايام. بعد العشرة ايام من بعد الانسان يكون طور الاجسام المضاده، وفي الحاله هذه كان لا سيرولوجي، هذه الاختبارات الاجسام المضاده ما تحكمش الفيروس في الايام الاولى، في الاسبوع الاول ما يظهرش، وكاين الناس اللي يصدروا مغالطة، يعني يروح يدير ونشوفها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يقول الحمد لله لا سيرولوجي ما عنديش، وحنا نقولوا له لا سيرولوجي في الايام الاولى ما تحكمش الفيروس. الاولى هي ليزيجيام، ليزيجيمينوغلوبيلين ام، هذه تقول لنا اذا كان الانسان عمل الكوفيد في وقت ما ولا ما عملش، يعني حتى وان كان ديتراس يديرهم، وبعدها يظهروا ليزيجيجي ليزيمينوغلوبيلين جي اللي يعطونا معلومات حول سلو ستاتيو ايمونولوجيك دو لا بيرسون، يعني اذا كان انتج اجسام مضاده للكوفيد ولا ما انتجش اجسام مضاده للكوفيد. انه اي جي ام بوزيتيف واي جي جي بوزيتيف معناتها بان الشخص دار كوفيد وطور اجسام مضاده في نفس الوقت. دي فوا الجسم دار الى في دار اجسام مضاده بلا الاولى ما محكمهاش، فقط يعني لا سيرولوجي ما حكمتهاش. كاين هنا احتمالين، يا لا شارج فيرال، يعني النسبه والشحنه تاع الفيروسات كانت صغيره، ما يا الجسم تاعو ما تجاوبش معها، لان الاستجابه المناعيه تكون على حسب درجه ولا شحنه الفيروس، كون ابل لا شارج فيرال. على هذا الاساس لبعض الناس داروا كوفيد وما طوروش اجسام مضاده بكميات كافيه. في حالة الإصابة مرة ثانية، يعني يصبح كي شغل دار فاكسان، يكون عنده أعراض ولكن أعراض خفيفة، وهنا يرجع دائما نرجعو لو ستاتيو إيمونيتير تاعو، يعني إذا كون أجسام مضادة وكانت عنده شحنة كبيرة من الفيروس وكانت الاستجابة المناعية تاعو قوية، في الحالة هذه يصبح داير أن فاكسان ناتوريل، يعني يصبح داير التلقيح طبيعي، وهذا من نعم الله على الإنسان جهاز المناعة.